نوميديا بيع يدهبك وريكيبيري لهم والريفكا ثاني بيع سراولك هذوك المقطعين مناقشك ريكيبيري دراهم الناس وصلات عند بي يسمح لك بلوكير. رايك في قضيه المؤثرين اللي حاولوا الاحتيال على طلبه الجزائريين بالدراسه في اوكرانيا كيما نوميديا للزول ريفكا ستانين انس عبد الله؟ يا اختي العزيزه نطلبوا القصاص القصاص ان شاء الله ان شاء الله. الناس هذوما اللي راهم يتمسخروا بولادنا وبعتوهم لبلدان الناس وواحد داولهم دراهمهم وكاين ما من الناس اللي لحقوا لتما لبلاد الناس وخرجوا كاع الطريق فهمتي اختي خرجوا طريق كاين اللي راحوا سلفوا دراهم وكاين اللي راحوا خدموا كانوا ناس لحقوا اوكرانيا وكي لحقوا لتما لقاو رواحتيهم في مدرسه تاع المعوقين زادوا دراهم فهمتي وراحوا خدموا كانوا ما مساكن البنات خرجوا طريق إما الناس هادو ما اللي داروا التحريض وعاونوا الناس هاد العصابة هادو ما باش احتلوا هاد الطلاب هادو ما نطلبوا القصاص اختي لو كان تجي في يدك تجي في يدي نعلقهم في شامونوف اختي والشعب تاع الجزائر كاع يجوز لتما يشوفهم معلقين والله اختي باش واحد ما يزيد نعلق نوميديا نيوز والله نعلقها والله نعلقها هي والله نعلقها في شامونوف والشعب تاع الجزائر كاع يشوف خاطرش دراهم ها كيفا نوميديا ما خلصتش هي تضرب الكاتكات وتضرب الاخر كيفاش ما خلصتش هذا نعلقها اختي ولا تريكيبيري تبيع الذهب هذاك تاعها نوميديا بيعي ذهبك وريكيبيري لهم والريفكا هذا ثاني بيع سراولك هذوك المقطعين مناقشك ريكيبيري دراهم الناس وصلات عند بي يسمح لك بروكيرور سينو القصاص شامونوف تتعلق وخلاص وصلات عند بي يا خو حنا نفرحوا وموالين الدراري هذوك ثاني يفرحوا وصلات عند بي هذه هي.